اللي هو يعني بالمنهج مطالبين به انه هو الاوفثالموسكوب، شنو هو استخداماته، شنو وضعه. دزيت لكم مقطع فيديو، اذا تدون تسوون المشاركة حتى تشوفونه، او اذا شفتوه راح احكي لكم مباشر عليه. كملتوه كلكم؟ عندك دكتور. نعم. اي، هو سمبل يعني جهاز الاوفثالموسكوب هو عبارة عن هاند هيلد ديفايس او انسترومنت، يعني تلزمه باليد. هو بالمقطع يقول تلزمه شلون المايكروفون، وتخلي بون اي يعني يسموه مونو اوكولر، لان اكو اجهزه عندنا باين اوكولر، وتشوف بيه. طبعا اكو دن العتلات، اكو طبعا اكيد اون اوف، هاي العتله الاولى اللي طلعها بالفيلم، واكو عتلات تنطي عدسات حتى تشوف اوضح الصوره، واكو طبعا فلتر حتى تشوف الضوء بالاصفر او تشوفه بالاخضر او بالازرق مرات نحتاج، واكو اشياء انه تشوف الشكل مال اللايت اللي راح يجي، اما سليت يعني شكل يعني لاين او شكل دائره، هو هذا اليوجوال يعني اللايت اللي احنا نشوفه. فقضيه يعني قضيه فنيه، احنا بنتلزم الاوبثالموسكوب تتعلم على طريقه استخدامه. الاكزام هو الهدف، انه شلون تعرف الاكزام تفحص بيه. طبعا هو عاده هو جهاز خاص بالعيون، بس في بعض الاحيان جماعه النيورو، نيورو افضل يعني نيورو العفو الجنرال، يحتاجوه ويستعملوه يشوفون بيه شنو شنو فائدته بالنيورو. يعني اذا اشوف ابو نيورو حاط عنده اوفثالموسكوب، تقول له هذا مال عيون، ايش عندك حاط اوفثالموسكوب؟ ايش راح يجاوبك؟ اوبتيك نيرف. شغل اي، شوف الاوبتيك، عافيه، شوف الاوبتيك ديسك اللي هو عباره عن واجهه او بوابه للاوبتيك نيرف والفيجوال باث واي. يعني اكو فد جمله يقول ذا اي از ذا ويندو تو ذا برين، يعني العين هي فد نافذه تقدر من خلالها الوحيده اللي تشوف مباشره على البرين او السي ان اس ان جنرال. يعني فهاي قضيه. فالاوفثالموسكوب هو ابتداء هو خاص بالعيون، يشوفوا جماعه النيورو. الطريقه مال الاستخدام مالته تكون مثلا انت تريد تفحص الرايت سايد، تلزمه بالرايت هاند، وتكون انت على يعني انت تريد تفحص الرايت اي، تكون بالرايت سايد. فهاي نظريه يسموها رايت هاند. طبعا انتم هذا راح هسه احنا يعني بظروف الكورونا وظروف الاونلاين يعني بدنا نحكي نظري بس على الفيديو اللي شفتوه، بس هو بالمستقبل ان شاء الله تجون بالخامس راح تشوفوه بالاستشاريه وتشوفوه يعني وتشتغلون عليه. البيوبل تعرفوه هو هاي الفتحه الموجوده بالايرس، احنا عاده هي البيوبل طبعا رياكتد، يعني تصير مايوسيس باللايت ومدرياسيس من يروح اللايت. احنا اذا نريد نفحص بشكل مضبوط وندخل وفيو واضح يطلع عندنا، شو نسوي بهاي الحاله حتى نضمن فتحه البيوبل اكبر وستدي؟ واحدة من الأشياء عشان انطفى الضوء دائما بالأوفثالموسكوبيك اكزامينيشن بيتر تو بي ان دارك روم. بس إذا مثلا يعني بعد أكثر فائدة أو أكثر استفادة يعني من شيء ثاني ويخلي يشوف واضح، يخلينا نشوف نعمل اللايت شلون اللايت نخليه على يعني هون. لا هو اللي طفينا على مود نضمن البيوبل، احنا نريدها اكبر وحتى نشوف. احنا نخلي قطرات توسيع للبؤبؤ، يعني يسموهم الدرياتكس ايجنت، هي الدايليت. زينب سلمان تقول ننطي قطرات، صحيح. ننطي قطرات اللي هي يسموهم الدرياتكس ايجنت اللي هي دايليت ذا بيوبل. طبعا هاي اهماتين، يا اللي دايليت البيوبل يعني موضوع طويل، يعني اللي هي موضوع انه موضوع انه السمباثيتك والباراسمباثيتك. السمباثيتك هو دايليت ذا بيوبل، الباراسمباثيتك يسوي كونستركشن بالبيوبل. فاحنا مثلا اذا نعطي سمباثومايماتيك راح يوسع البوبل، اذا نعطي العكس الباراسمباثوليتيك يعني انهبيتر راح هم يوسع البوبل، مو صحيح؟ فهذا موضوع البيوبل والسمباثيتك والباراسمباثيتك الدايليتيشن، يعني دايليشن اللي يصير به احنا نسميه دايت يعني مدرياسز، والكونستركشن نسميه مايوسيس. مار عليكم هاي المصطلحات يجوز مايوسيس والمدرياسز. فهذا موضوع احنا نعطي مدرياتكس ايجنت.
توسع البيوبل ونشوف اذا اريد نفحص فحص مضبوط بالافتالموسكوب. احنا قلنا نشوف اكو شيء اسمه ريد ريفلكس، هذا اللايت اللي يجي من الافتالموسكوب يروح للرتنا. الرتنا هي لونها على شكل ريد تو بنكش، بها نوع من الحمار. اذا صار ريفلكشن باللايت راح يظهر البيوبل على شكل ريد، يسموه ريد ريفلكس. ريد ريفلكس هذا الريد ريفلكس دل طبعا انتاكت ميديا كلير ميديا، يعني ماكو مشكله مثلا من البيوبول للرتنا، وينطينا فكره انه اذا نشوف الرتنا طبعا ندخل مور كلوزر مور كلوزر من شفنا الريد ريفلكس الى فيري كلوز، يعني حتى لو تطخ قريب العين الى ان تشوف تقدر تشوف. طبعا تشوف الاوبتيك ديسك والكاب بنصه، وتشوف بلد فيزل طالعه من عنده، وتشوف تقدر بين هاي البلد فيزل مسوي اركيد تشوف الماكيولا. فانت التارجت مالتك بالاوفثالموسكوب، طبعا هو هذا الاوفثالموسكوب هسه هذا اللي شفتوه هذا يسموه دايركت اوفثالموسكوب، لان اكو ما طول اكو دايركت مش اكو اكو اندايركت. الاندايركت يختلف باختلافات، يعني احتمال انزل لكم المحاضره مال اللي بيها الدايركت اوفثالموسكوب والاندايركت. طبعا انتم مطالبين بالدايركت، بس اذا ريد نسوي مقارنه واذاك هذا الدايركت التكبير مالته اكبر، يكبر الصوره حوالي 15 مره، زين ذاك يكبر الصوره 5 مرات. يا الاحسن هذا ولا ذاك؟ يعني الدايركت والاندايركت. دكتور كل واحد دايركت وواحد يقول اندايركت، قال يقول اندايركت، زين منو قال كل واحد له فيتشرز او في ادفانتج؟ انا دكتور. صح يا علي، هو كل واحد بي ادفانتج وديس ادفانتج. يعني مثلا انت الدايركت يكبر 15 مره يفيدك اذا سمول ليجن تشوفه، مثلا احنا عندنا بالدايبتيك ريتينوباثي سمول ليجن يصير فنشوفه، بينما اكو يعني هذا اللي يكبره هواي ما راح يشوفك فيلد اكثر، يعني ما راح تكون الزاويه النظر واسعه. ذاك النوع الثاني اللي يكبر 5 مرات عندك يعطيك فيلد اكثر، فانت ذا ديزيز بالبريفري ذاك يفيدك اكثر. يعني مثلا احنا ديزيز اسمه ريتينال ديتاتشمنت انفصال شبكيه يصير بالبريفري، مش ما اشوفه بالدايركت. بغت قضيه هذا الدايركت مونو اوكولر اشوف صوره يعني من بس هاي الفتحه اللي شفتوها بالفيديو، بينما ذاك يصير باينيوكولر اشوف بالعينتين. بهذا الحال اكو عندنا فرق راح يصير بالدايمنشن، الثري دايمنشن يسموه، راح يشوف الديبث اوف فيلد. الديبث يعني اشوف اوف ليجن، مثل هذا الليجن اليفيتد نوت اليفيتد اشوف ذاك اكثر ما اشوفه بهذا. فهو اكو ادفانتج وديس ادفانتج لكل واحد، بس تقريبا يعني هذا الادفانتج مال الدايركت. خلينا ناخذ الفيو زين هاند هيلد، فتقدر تخليه يشوف بال يعني بالصدريه مالتك وتمشي بيه، ذاك لا شويه جهاز كبير وبوكس يعني مو بسهوله تنتقل بيه، يعني يكبر اكثر قلنا حتى نشوف بيه هذا الاشياء. يعني هذني تقريبا المين ادفانتج، والباقي كله ديس ادفانتج نسبيا، اضاءته اقل، فيلد مالته اقل، الالومينيشن مالته اقل. هذه نقطه. قلنا هو احنا نريد اكزام، فقلنا نفحص نشوف الاوبتيك ديسك الاوبتيك كاب، نشوف البلد فيزلز ونشوف الماكيولا. اذا نورمال يعني احنا المفروض عندنا فكره عن نورمال، واذا اب نورمال تبين. مثلا عندنا مرات يصير اديما بالاوبتيك ديسك ويصير سوالينج ويصير انلارجينج، شو اسمها يعني هاي الحاله اذا بايلاترال سامعين بيها؟ باب الاديما. باب الاديما، عافيه. احنا اذا صار كب اكبر من ال يكبر الكاب ويصير بي اكسكافيشن، هذه اللي يعني كابنج صار واكسكافيشن، هاي وين تصير؟ جلوكوما. الجلوكوما اذا بسبب الجلوكوما او بسبب ثاني اخر صار كله يعني سكارنج بالاوبتيك ديسك، ما بي لا بعد ماكو بي نيرف ولا بي بلاد فيزلز، صار وايت كلر، شو نسميه؟ اوبتيك اتروفي. اوبتيك اتروفي، عافية.
عموما يعني في هذا الاوبتيك ديسك البلد فيزلز هم نشوف اذا كونجستد، اذا اكو بد ابنورمال بلد فيزلز، اذا الماكولا اللي هي المركز مال الرؤيه يسموها الماكولا، هذه نشوفها اذا مثلا اكو فد نورمال، اكو ديبرشن بالنص مالتها اسمه الفوبيا، شو اعتقد شفتكم بالمحاضره مال اناتومي ماخذينه الفوبيا. فوبيا هو سنترال ديبرشن، هو مسؤول عن سنترال فيجن بالسنتر اوف ماكولا، فهذا الدبرشن احنا نشوفه حتى بالأوفثالموسكوب، اذا اختفى عندنا فد علامات مثل هاي يسموه ماكيولر إديما، يختفي هذا الدبرشن او يصير مثلا دايابيتيك ريتينوباثي يصير بروبلم. انتو ك يعني كديزيز بس من باب العلم بالشيء يعني، بس يعني قصدي انتو تعرف النورمال وشوف الابنورماليتي من خلال فحصك بالأوفثالموسكوب. عندك يسموه طبعا العملية يسموها فندوسكوبي، الفندوسكوبي يعني فحص الفندس. الفندس شنو معناه؟ الفندس هو هذا السنترال بارت اوف اي اللي هو بالعربي قعر العين، اللي هو الاوبتيك ديسك واللي بزلصه طالعه من عنده والماكولا. واذن طبعا هنا اهم شيء البريفري بي ديزيز او بالبريفري ريتينال ديتاشمنت غيره، بس ان ذن السنترال هو المسؤول عن السنترال فيجن، مسؤول الاوبتيك ديسك، الفيجوال باثوي، كلش مهم هذا الستركتشرز الثلاثه. فهنا تشوفن بالفندس اكزامينيشن فندوسكوبي عن طريق الأوفثالموسكوب، هو هذا وقلنا اندايركت أوفثالموسكوب، وكو عندنا طريقتين الاخ تاخذون بالعيون بعدين، بس انتم بالنسبه لكم هسه الأوفثالموسكوب ماخذين عن طريق يعني احنا عن طريق السلسله بنقدر، وعن طريق الفندس كاميرا جهاز يعني عندنا خاص فندس. زين هذا فيما يخص الأوفثالموسكوب، يعني اعتقد بريف يعني انه هو كجهاز شنو فيتشرز مالته تعرفوه، الهاو تو اكزام، والابنورماليتي اللي ممكن انا اشوفها او استفاد من عنده. هو هذا اعتقد المطالبين دي، لو اكو شيء ثاني. هاي واحد نجي احنا ساده طلعنا خلينا نقول السبجكت رقم واحد، عندكم سؤال عليه؟ انت ما راح تشوف ريسبتور، انت مثلا خلينا نقول مثلا مرات يصير هيموريج يعني دم يصير هيموريج بالماكولا، ماكولر هيموريج، اكو مرات تجمع يصير مثل ترسبات يسموه اكزوديت ماكولر اكزوديت ماكولوباثي يسموه اعتلال، يعني هو اعتلال الماكولا، اي ابنورماليتي انت راح تشوفها. ان جنرال قلت لك حتى تشوف الخامس ما مطالبين بها، يعني حتى من اجيكم بالخامس او السادس تقول نورمال اب نورمال تفحص بس مال ديزيز وتشخيص لا، يعني انت بيوند يور نولج يعني عاده. ناخذ سبجكت ثاني اللي هو شو يسموها الكيسات الملحقه انتم مالتكم اذا تسوي لها شيرنج بعد افضل من كيسز. انا شفت الكيس الاولى يعني هسه قبل شويه طلعت عليها يعني تفيدكم الى حد ما، وراح اقول لكم راح الفائده مالتها راح اقول لكم شنو، بس لا تقدر تطلع لي اياها، واذا اكو احد يتبرع يقراها. من عندكم القراء القارئ؟ اقرا القارئ. اي بالي 23 years old woman. طبعا انا اعلق مصطفى راح اعلق اثناء ما تقرا حتى ما نبدا. انت كل بالكيسات ان جنرال كل شيء يعني معلومه تفيدك، يعني انت اول شيء هذا يونج ايج جروب يعني الومن عمرها 23 سنه، هذا عندك مهمه، يعني اذا اكو ديزيز يصير بالاولد ايج ما راح تفكر به مثلا. اي واحد كمل عندها يونيلاترال البروبلم، يعني هم اكو اشياء اذا بايلاترال تفرق اثنين، وعندنا في شيء مهم اجانا 3 دايز اجو. شنو صار 3 دايز اجو؟ يعني اكيوت كيس يعني اكيوت فيجوال لوس مو هذا دي كرونيك، فذن 3 انفورميشن مهمه. كمل
يعني صار عندنا brain increase on eye movement. هاي هم عندنا ملاحظة مهمة. هاي قبلها ما حكيت انه عندها dull brain in the eye moved from side to side. هاي مهمة الملاحظة. The 3 days والبين on movement واليونج ايج جروب ويونيلاترال فيجوال لوس. بدنا اربع اشياء عندها. The next day she found that she was unable to read with احنا عندنا قياس الفيجوال اي كيو كل امريكان 2020 ولا اقول ام 66 هاي اللي احنا عندنا اللي مستخدمه تقول لك نظرك 6 على 6 نفس المبدا يعني. هذه رايت اي اوكي الليفت يس اي هذا راح يمتلك الابعاد مالت الفيجوال فيلد. فصار عندك فيجوال فيلد ديفكت. اوكي وان اي عندها مشكله بالكلر فيجن. زين اوكي نكتفي بالهذا. انا راح اكمل لك الفكره. هو اكو سبجكت طبعا انتم تعرفون مرات انت تنطي المحاضره يعني المعلومه تنطيها مباشره ومرات تجي الكيس حتى بعدين تنطي المعلومه. احنا عندنا محاضره النيورو اوفثالمولوجي اللي راح تاخذوها بالمستقبل. اول موضوع اسمه اوبتيك نيرف كلينيكال فيتشرز اوف اوبتيك نيرف ديزيز. فهو هاي نفس الكيس هي كلها عباره عن نفس الحكي. فاحنا من نقول يصير عندنا اوبتيك نيرف ديزيز ان جنرال راح يصير اول شيء ديكريز سنترال فيجن ديكريز بيريفيرال فيجن ابنورمال كلر فيجن يعني ديكريز يعني يسموها ديسكروماتوبسي مصطلح ديكريز كلر فيجن. عندنا بالنسبه ان اكو كونديشن ولا شيء يدمي لها اكو بين اون اوكولار موفمنت هذه اوبتيك نيورايتس يصير عندنا وانطاك بعد يانج ايج جروب وفيميل هي تصير كومن ان ذيس كيس. هسه احنا اذا على الكيس هي الكيس ترايت فورورد بالنسبه لنا يعني هي كيس اوف اوبتيك نيورايتس الفيميل. وطبعا كود بي ريترو يسموها ريترو بلبر يعني ورا الاوبتيك نيرف انفولد قبل الديسك فما راح نشوف اب نورمال ديسك. ولذلك هاي مهمه اذا يعني الديسك نورمال نتك نورمال. هاي واحد ومو باي لترال حتى نفكر مثلا بالفيجوال باث واي اللي هو مثلا اوبتيك كيازيم اوبتيك تراكت اوبتيك راديشن الى اخره لان عاده الفيجوال فيلد راح يكون باي لترال مو صحيح. فهي قضية اوبتيك نيرف بس صايرة ورا الديسك البروبلم والفيتشرز واضحة. فهاي بالنسبة فانتم تستفادون من هاي الكيس اذا يجيك سؤال او خلينا نقول فد وات از ذا اوبت فيتشرز كلينيكال فيتشرز اوف اوبتيك نيرف ديزيز ان جنرال سو اوبتيك نيورايتس اوبتيك اتروفي بابليديما بابلايتس اكو ديزيز اسمه. فراح يصير ذني طبعا دائما تصير لو اكيوت لو سب اكيوت الفيجوال لوس وسنترال اور بيريفرال. وطبعا طبعا هو ما حكى على اللايت ريفلكس. فاحنا عاده البيوبل لايت ريفلكس انفولد بالاوبتيك نير ديزيز. نعرف البيوبل شنو نقصد به نخلي لايت يصير مايوسيس يروح اللايت يصير ميدرياسيس يعني يتوسع البؤبؤ هذا يسموه لايت ريفلكس. ياخذ الاوبتيك نير افرنت يرجع الاوكولوموتر كافرنت. اذا صار اوبتيك نيرف ديزيز العين اللي بيها الليجن راح ما يصير بها هذا البيوبل رياكشن لايت بيوبل رياكشن بس يصير بالعين الثانيه لانه بايلاترال يعني العين الثانيه يعني هو عاده بايلاترال يعني من اسوي العين الاب نورمال فين ما يصير بها بس من اسوي العين النوت نورمال الديزيز تصير بها رياكشن لانه هو احنا قلنا بايلاترال بريزنتد هذا الرجعه مالته. فالبيوبل ما جاب طاريها فبس اكو يصير افرنت بيوبلري ديفكت
واحد من الفيتشرز مالت من مال اوبتيك نيرف ديزيز ان جنرال. اوكي فهاي اعتقد نستفاد من عندها بغض النظر عن الحكي. انا ما قريت طبعا الحكي الجوا بس اذا يعني كمعلومه تستفاد من عندها هذا كيس اوف اوبتيك نيرف ديزيز. شنو الفيتشر مالته؟ 1 2 3 هسه اوبتيك نيورايتس، اوبتيك اتروفي، بابليديما، بابلايتس، كلهم يطن تقريبا نفس الفيتشر. اذا احنا ملنا للاوبتيك نيورايتس لين فيميل ويانج ايج جروب وبين اون موفمنت بس هاي خلتنا نميل لها. لو كان نفس البرزنتيشن بس عندك يعني هيدك نوزيا فوميتنج تميل المن يعني كيس عنده كرونيك هيديك وعنده مثلا ايرلي مورنينج فوميتنج ومن فحصته صار عنده ذن الاوبتيك نيرف ليجن يعني ديزيز. جلوكوما طبعا انت بالنسبه لك اوكي صحيح يعني مو احنا لانه ما الجلوكوما ما بيها ترى فيتشرز يعني مال اوبتيك نيرف ديزيز ذن يعني مثلا يجيك كلر فيجن وفيجوال فيد راسا يجيك وافرنت بيوبلر ديفك ويتش نورمال والعين انتاكت ماكو شيء تجي ريد اي وكورنيال ايديما وبين يعني لوكالايزد بين اند احكي ان جنرال نيورولوجيكال كيس يعني واحد كرونيك هيديك وفومتنج ولوس اوف يعني كونسنتريشن صار عنده مال باب اللي ديما راح نشوف فيتشرز احنا بعدين يعني بس مو نورمال ديسك نشوف باب اللي ديما ديسك سوالينج ان جنرال. انا بالنسبه اشوف الكيس الثانيه مو يمكم يعني مال كونجكتيفايتس يعني مو يم الموضوع يعني هسه احنا بالنسبه ان انا فكرتي على الكورس مالتكم انه بما انه انت اخذتوا نيورو ف واوبتيك نيرف واوبتيك ديزيز فاخذتوا الجلوكوما اللي هي ويندو للاوفالمولوجي بالنسبه لكم بالمستقبل اخذتوا شويه اناتومي فيسيولوجي عليها فارماكولوجي فتفكر على العيون او الاي بس من يا باب اخذتوا من باب الاوبتيك نيرف ديزيز من باب الجلوكوما بس احنا ما نقدر من نجي يجوز الريد اي صح الاكيوت جلوكوما تسوي ريد اي بس راح نشعب بالموضوع لان الكوزز اوف ريد اي الكونجكتيفايتس هذا موضوع خاص بالعيون فقط وما ما له علاقه بالنيورو يعني احنا من نحكي الجلوكوما نقول اوبتيك نيرف ديزيز نقول فيجوال لوس الى اخره فاكو متعلقه بالامور واحنا اعطيناكم يعني هم معطيكم ما شاء الله بقيه الزملاء معطيكم يعني اناتومي حلو فيسيولوجي شفته زين يعني معطيكم فشي زين فاشوف الكونجكتيفايتس الكيس الثانيه يعني ما بيها فائده يعني حاليا لكم يعني كوز اوف ريد اي وراح ناخذها بالكورس بعدين مستقبلا انتم حفظوا لي بس ديزيز شنو الفيتشرز مالته ان جنرال يجوز يجيكم بالام سي كيو ذا فالوينج ار فيتشرز اوف اوبتيك نيرف ديزيز 1 2 3 4 5 واكسبت واحد من عندهم جزء ما مشمول بالاي مثلا عرفت القصد هاي واحد هسه احنا صار عندنا سبجكت او اوبجكت رقم 2 اخذنا لكم هاي الكيس الميني كيس نجي انا ببالي اسوي لكم يعني ريفيجن بسيط على اللي اخذتوه شنو اخذتوه بالكورس بقيه المحاضرات اذا يعجبكم تسوي لي شيرنج بالمحاضرات البقية سوي لي شيرينج وأسوي لكم ريفيجن سريع عليها أبدأ بالتشريح هو مهم على راحتكم شنو عندكم سؤال على يعني على اللي يعني هسه بالنسبة لمين كيس أتوقع واضحة الأوفثالموسكوب أعتقد هم تقريبا الإكزامينيشن والجهاز وأدفانتج مالته واضح ما عندكم عمل مباشر أخذوا فيديو شوفوا شوفوا شلون يفحص سكوتوما هو مكان اللي ما يشوف فيه المريض يسموه سكوتوما سكوتوما مرات المريض هو يحس بيها بوزيتيف سكوتوما يعني انت المريض يقول لك انا صفحه ما اشوف بيها هاي ومرات النيجاتيف سكوتوما يعني هو ما يشوف بس ما يدري بنفسه ما يشوف تبين بالفيجوال فيلد بالبريمتر يعني متسوي اسسمنت دكتور الاوفثالموسكوبي من عندنا هسه شلون نشتغل بيه بالمهاره ولا ما اعرف انت يعني ما اعتقد راح تلحقون بس يعني كسؤال نظري يعني مثلا اذا تجيكم يجوز تجيك صوره مالته اوفثالموسكوب وعلي سؤال او تجيك مثلا يعني ادفانتج مالته او اي شيء اللي يعطيتكم يعني اكيد انا بالنسبه لي بطبيعتي الاسئله تكون من الماده اللي اشرحها فقط يعني اي شيء شرحته لكم او شفتوه او سمعتوه مطالبين به بس فد شيء ما شايفيه او ما تعرفوه ما اطالبكم به
دكتور بس بالكيس عندنا ذكر انه بالبيشنت عنده باست هيستوري اوف كورن دايابيتس، يعني هم ممكن هاي تكون سبب بالجلوكوما، لها هو علاقة اسمه بها؟ لا الكياكيس الجلوكوما الأصلية، الكيس مال الأسبوع. والله أنت ما قاري الكيس مال الأسبوع، بس ما له وكان علاقة عنده باست ميديكال هيستوري يعني قبل 5 سنوات، ما أعرف له علاقة ولا لا. ما أعتقد. كونجكتيفايتس فشي اكيوت عاده، يعني لو فايرال لو بكتيريال اليرجيك مرات، بس بحاله واحده بس ما اعتقد هاي موجوده. يعني اذا اليرجيك كونجكتيفايتس كرونيك يستعمل ستيرويد، ربما ستيرويد انديوس جلوكوما، بس حاله بعيده. يعني ما حملت المحاضره يعني انتم بغض، يعني انا شفت يعني على سريع المحاضره مال انتم، هو مثل ما اتفقنا لان تمويه راح يكون على الاوربت، يعني هذا البون مال الاوربت مهمه، الاكسترا يعني اكسترا ستراكشر خارج الايبول، يعني الاكسترا اوكلر ماسلز النيرف ذن الاوكلو موتور نيرفز، اللي هنا طبعا نقول اوكلو موتور نيرفز نقصد ثلاثه، بس من نقول اوكلو موتور نيرف نقصد بالثيرد، بالاوكولو موتور يعني هنا الاوكولر موتورز يعني من مالات العين اللي هي الابديوسنت والثير يعني والتروكيلير والاوكولو موتور، ذني مطالبين بهن. يعني نجي اكو الملحقات بالعين تاخذوها يعني هسه ما اعتقد ماخذيها لانه ما مركزين عليها، بس هي بالعيون تاخذوها، الايلد مهم، الكونجكتيفا اللاكرمال سيستم بي لاكرمال جلاند وبي لاكرمال باسج يعني درينج سيستم. هذه المحاضرة اي اي بس شو راحت اي كان فتحت وراحت اي اي أنا ما عندي مشكلة، طب بالعكس أنا راح هو الشارحن، وحتى الشارحن إذا مو فد شيء مهم أو مو فد شيء أو شيء صعب عليكم راح أسوي له، يعني أنا راح أكون كنترول على الأسئلة اللي راح تجي، أشوف شنو اللي مفيد أصلاً، فخل أكبر الصورة. فأنتوا قولوا لي مثلاً منو مثلاً الثري لايرز مالت الآي بول هاي مهمة، يعني قلنا إحنا أكو فايبرس أوتر سكليرا وكورنيا وباسكولار اللي هي طبعا ما كاتب الايرس اعتقد، لا كاتب الايرس والسيلير بودي والانر اللي هي الريتنا والاوبتيك ديسك من ضمن هاي الاجزاء تعتبر. نيكست الكورنيا، نرجع اذا بنعطيكم الكورنيا ريتنا، يعني احنا بس اسمح لي انا ما اقدر اسيطر، اعطيني اول سلايد مثل الكورنيا بالنسبه لنا بالمستقبل جدا مهمه، حتى الطبقات الخمسة مالتها مهمة بعد، لأن الكورنيا هي النافذة الأمامية للعين، هي اللي ترانسبيرنت، مشاكل الرؤية هواي يعني بأي ديزيز بيها يأثر على الرؤية على الفيجن، يعني مهمة جدا. قلنا الأيبول لايرز مالتها مهمة. نيكست الرتنة هواي بيها كلام، بس يعني هي يعني اكو فد جروس اناتومي مثل هذا نشوف الماكولا الفوفيا الفيزلز، واكو كروس يعني مثل الهيستولوجي كمن ياخذ اللايرز العشرة وكذا، يعني هذا الهيستولوجي ما اخذ اللايرز، تبدا من الريتينال بيجمنت ديبيثيليوم وتنتهي. ادينكسيا ما اخذها، يعني انا متوقع ما اخذيها. الايلد مهم كروس سكشن بالايلد، طبعا انا ما اعرف يعني اذا مهم بالنسبه لكم هو اللي اعطاكم هذا شرحه او لا، بس احنا بالمستقبل ناخذه، واعتقد ان شاء الله ما راح ناخذه جزء، لان انتم ما شاء الله ماخذيها نفسها، يعني هي اي يعني انت بالمستقبل الايلد مهم، يعني لا اذا ما شرحه ما راح يجي سؤال منه، بس انتو من باب العلم بالشيء اكو الايلد مهم. اللاكرمال قلنا باريتاس جلاند والدرينج سيستم مالته مهم. بعد نيكس المسلز، اعتقد المسلز مشروحه، البلد سبلاي الاكشن مالتها. بعد شنو
لاني مال عملي يعني ان شاء الله منتجون بعمل نشرح حتى الموفمنت والهذي بعد هو ما اعرف اشارح لكم بس هذه مو مال يعني اونلاين وفد شيء يعني مال بيشنت ومال فحص ومال تعرفون يعني النورمال والاب نورمال الى اخره واي حاجه على اوكلر مال طبعا هاي الليفيتر بالبيبري سوبريورس هذه اللي يزودها منه يا شنو النيرف اللي يزودها اوكلوموتور وتحرك اوكلوموتور يزودها صحيح اذا صار ليجن بالاوكلوموتور يعني ايش راح يصير اضافه للموفمنت راح ريستريكتد اكو مصل ثانيه هم تساهم بالاليفيشن اوف ذا ايليد يزودها يا هو اللي يزودها سمباثيتك سمباثيتك اذا صار ليجن بالسمباثيتك هم يصير توسيس بس مايل توسيس والكيس ايش يسموها الديزيز اللي اذا صار سندروم هورنر عطيا سندروم جديد طبعا اكو فد راح اضيف لكم فد سبجكت او اوبجكت رابع احنا سلافاموسكوب فهمنا الميني كيس اخذناها بنسوي ريفيجن هذا الثيرد ده انطيكم شنو الكيسات المتعلقه بين النيورو والاوبثالمولوجي يعني مثلا انت هسه كيس يعني مثلا ابسط شيء احنا اخذنا باب الديما مثلا ساعة ذكرناها باب الديما بعد شنو كيسات او في اشياء مشتركه بين النيورو والاوبثالمولوجي هم من باب العلم بالشيء يعني من باب ارد اشوف شخطوا اشياء جزء لها علاقه بالعين بالنيورو مثلا لا بالنيورو مثلا انت ما مثلا 6 نير بالسي ما مر عليكم ما مر عليك دكتور ابدو سنت نير بالسي ماخذين مثلا لا مثلا انت من دا ساليكم سؤال على الكافيرنس ساينس باثولوجي من يا نير افكت او يا واحد بالضبط يعني مر عليكم بالانكريز انترا كرينيال بريشر اذا صار باب الديما يعني او صار سبيس اوكوباينج ليجن هم ينضرب السكس نير فسكس نير بالسي يعني اكو ميديكال كوزز واكو سيرجيكال كوزز سيرجيكال كوزز هي نيورولوجيكال كوزز تيومر ماس فد هموريج اي شيء من ذني الاشياء النيورو طبعا اكيد اكو الموتور نيرف هم يصير بيه نفس الفيتشرز هم يصير بيه بالسي والتروكلير هم يصير بيه بالسي السمباثيتك استخدمناه سواتوسيس زين ها البيوبل ماخذيها مهم المصل اوف ذا ايرس اللي هي سفنكتر بيوبل والدايريتر وكل واحد ياه اللي يزودها يعني السمباثيتك شي يزود والبارا سمباثيتك شي يزود اذا انطينا سمباثيتك قويناه يسوي دايليتيشن لان سمباثومايمتك يسوي دايليت بيوبل واذا العكس اذا سوينا مثلا انت سمباثيتك راح يصير سمباثوليتيك ونفس الشيء البارا سمباثيتك يعني البارا سمباثيتك يسوي مايوسيس يسوي كونستركشن اذا انطينا مباشر وكو طبعا مباشر كولينيرجيك هو نعطيها مثل كارباكول ما مواد احنا موجوده عندنا يعني عمليا نشوفوها او نعطي العكس نعطي بارا سمباثوليتيك الميدلياسيل او تروبيكامايد كمان اتروبين ابسط شيء الاتروبين هو عباره عن بارا سمباثوليتيك مو صحيح زين النكست سيلياري مصل مهمه لانه يعني تسوي لنا الاكوموديشن اللي مسؤول عن النير فيجن يعني إذا تأخذون هم طبعا هو هم يزودها الأوكولوموتر عن طريق الباراسمباثيتيك مالته بعد يعني هاي النيرفز اللي موجودة بالآي سواء أوبتيك نيرف أوبثالميك نيرف كرينيال نيرفز سمباثيتيك باراسمباثيتيك مرة علينا كلن يعني أوبتيك نيرف ديزيز مالته كله مرة علينا الأوبتيك نيرف طبعا اوبتيك نير بي يعني فور بارتس اللي هو الاوبتيك ديسك اللي يسموه انترا اوكولار بارت واكو بارت بالاوربت واكو بالكنال بعدين اي بالاوربت بعدين بالكنال وبعدين انترا كرينال بارت النتيجه نيكست اوفثالميك نير لاكريمال مالتي سبلايد لاكريمال جلاند فرونتال ذن اكثر سنسري مالاتي اللي هو الفيرست برانش اوف ميزو سيلياري يطلع من الأوفثالميك نيرف اللي هو جزء من الأوفثالميك ذن إكسترنال نيرفز تفيدنا بال يعني السنسيشن والأدنيكسيا والآخره بعد
قلنا نيزو سيلياري نفسه هو اللي يزود السنسيشن. اوكولو موتور نيرف هذا نفس هو ثيرد نيرف، شو يزود اذا صار ليجن بيش راح يصير؟ يعني بالنسبه كنيورو مهم تعرفوا. تروكليار يزود مصل واحده اللي هي سوبري اوبليك، المفروض تعرفون الاكشن مالتها حتى اذا صار ليجن ايش راح يصير. لابديوسنت تعرفونه يسوي لاترال، يعني يسوي ابدكشن، واذا راح ايش يصير نيكست. هذه الكافرنا ساينس اللي شالت مرع باللاترال وول مالته. بعد نيكست هذا احنا قلنا هذا من البداية ديزيز، يعني اذا كرينيال نيرف الثالث صار به مشكلة ايش راح يصير؟ توسيس ريستريكتد، طبعا كل ريستريكتد ما عدا اللي لترال، فيصير العين اكزو تطلع لي برا للخارج. ابديوسنت بالعكس العين ما تطلع للخارج، يعني يصير ايزوتروبيا، يعني بتحول يصير كانه للداخل. نيكست تروكليار يختلف، لانه يعني هو مسؤول على شغلات انه الاليفيشن اون ادكشن والانتورشن، راح يصير قضيه شويه معقده اكثر، هم لازم تكون تنشرح. البارا سمباثيتك شو يزود؟ السمباثيتك راح يزود بالاي. نيكست نيكست بلس سبلاي نيكست نيكست. وبعد تبقى ذيني بلس سبلاي مو مهم، انتو حسب الشارحية لكم يعني. نيكست اي زين، هذه اي محاضرة الاناتومي كلها خلاص، يعني ماكو اشياء مهمة ركزت عليها قلت لكم عليها، ضيفوا الاشياء اللي هو شارح الرد يعني مثلا الدكتور بس، يعني بعد اني الاسئلة احتمال راح تجي يعني يم يسوي لها فلتريشن اذا فشي صعب او بيوند يور نولج. نيكست شنو عندكم فسيولوجي؟ اعتقد اكو خربطه بهاي المحاضره، انا شفتها قبل فتره يعني خربطه، اعتقد حتى بالسبيل يعني صايره الاساسات عندكم مضبوطه شو. انا جتني الفيجن كفسيولوجي شلون يصير الفيجن، يعني هو مهم تاخذ فكره عليه. الفيجن يحتاج اول شيء ريفراكتيف بور، يعني حتى يسوي فوكس على الماكله لازم يصير يتغير المسار مال الضوء، يعني ما يطلع مباشر، لازم يصير بي ريفراكشن، ريفراكشن انكسار بالعربي، انكسار يصير بالكورنيا وانكسار يصير باللينز الموجوده داخل العين على مود يصير فوكس بالماكلة بالسنتر مال الماكلة. فنحتاج ريفراكتيف نورمال ريفراكتيف باور، اذا صارت اب نورمال بالكيسات اللي اعتقد انا جيتكم بالصف اول مو على الفيزياء مال فيزيكس مال موبيا والهايبرمتروبيا اي، فيعني ذن الريفراكتيف ايرور ينطلنا لو فيجن، يعني واحده من الابنورماليتيز. ويريد يحتاج كلير ميديا، يعني الكورنيا يكون كلير، الانتيرير تشامبر كلير، اللينز كلير، الفيتيريوس كلير حتى يوصل للريتنا. فاذا ابنورمال يعني مو كلير ريفلكس، مو كلير ميديا، هم ما راح يتفيجن. مثال عليها الكاتراكت المي الابيض، لازم نحتاج هيلثي ريتنا اللي هاي تسوي الميكانيزم مال الفيجن، شلون يتحول الفوتون اللايت يتحول الى الكتريكال امبلس، هاي العمليه المعقده اللي هي عباره عن فوتو كيميكال رياكشن، هذه تحتاج انتاكت ريتنا اكيد. فالانتاكت ريتنا لازم يكون هيلثي ريتنا، فاذا ريتينال ديزيز صار راح شنو هم ياثر على الفيجن، مثال دايابيتيك ريتينوباثي. الاوبتيك نيرف هو مسؤول عن ياخذ الامبلس هذا الالكتريكال امبلس يوديه بالفيجوال باثوي اللي نعرفه، يوديه للفيجوال كورتكس اللي راح يصير بها الترجمه مال الصوره. فاي مشكله بالاوبتيك نيرف او بالباثوي ايش راح يصير؟ هم لو فيجن. فالفيجن اساسا هو يحتاج يعني ريفراكتيف باور مضبوطه، يحتاج كلير ميديا، هيلثي ريتنا، انتاكت فيجوال باثوي اند اوبتيك نيرف، يلا يصير عندنا الرؤيه مضبوطه. واي يعني مشكله بهاي الباثوي راح يصير لو فيجن. نيكست حاكي انه الايبول ايش قد الدايمتر مالته هنا مهمه، يعني في شيء معلومه زينه. نيكست
ليعيد نفس الحكي مالت انه البروتكتيف لاير ولا هذه اللي مال اناتومي الاي دي انتو. هذا الادرينج مهمه يعني كاناتومي كفسيولوجي يعني اكو سكريشن منين يجي وين يعبر الدرينج مالته وين يروح، لانه انت بالكيس مالتكم الجلوكوما هو مركزين على الموضوع. يعني هسه اذا تشوفون انا ما عندي بوينتر اكو سيلياري يعني بروسيس احنا نسوي هاي تبع يشر عليها عافيه، وهذا الزونيول طبعا اللي لازم اللينز، بس اكو بيناتين بين الزونيول هاي الزونيول وبين الايرس هذا الاحمر اكو منطقه صغيره سبيس يسموه بوستيرير تشامبر، هو مكتوب بوستيرير تشامبر. فهذا الايكوس لازم يعبر عن طريق البيوبل يعني بين اللينز وبين الايرس هذه، يعبر يروح للانتير تشامبر. الانتير تشامبر هذا السبيس عافيه اللي مشر عليه اكبر، ويروح للانجل الزاويه، واكو ترابيكولر ميش وورك راح يطلع عن طريقه. طبعا ترابيكولر ميش وورك تعبر على شلم كانال، والشلم كانال تعبر على الابيسكليرال فينز، والابيسكليرال فينز هي تاخذ الايكوس، وهذا بفلتريشن يعني بفد ريزيستنت معينه. يعني انت مو كل الايكوس راح يعبر. اكفد معادله شلون دائما نقول فلتريشن ريت يعني محدود او ريزيستنت معينه، شلون الجلوميرولر ريكشن يعني ريزيستنت الاخري. هاي العمليه هاي ضمن الفسيولوجي تعتبر او ضمن الاناتومي، بس مهمه ليش؟ لانه هي كيس جلوكوما لها علاقه بالدرينج والانجو وهذا الترابيكولر مش وورك. نيكست عفوا دكتور، بس الان قبل نقول نقسم على اساس الجلوكوما، هي هاي الانجل بين الايرس والكورنيا، الانجل بين الايرس والكورنيا الزاويه النهائيه اخر شيء. شوفي هي مرات نورمال دي بنسميها، مرات نارو، مرات كلوزد. اذا صارت كلوزد يعني نقول هذا كلوز انجل جلوكوما، اذا لا مفتوحه لا اوبن انجل، يعني الاكواس واصل للترابيكولر مش وورك بس اكو مشكله بالترابيكولر او ما بعد الترابيكولر. لا مرات ما يوصل هو اصلا، يجوز البيوبل قافله عليه، يعني البيوبل من البدايه هاي يسموه بيوبلري بلوك كلوز انجل جلوكوما، او من الجهه الانجل هم اثنين اذا كلوز انجل يعتبرون حكيناها بالجلوكوما. هذا الاوفالموسكوب هم راسم لكم صوره شلون الفحص وكجهاز يعني. اوكي ما عندنا مشكله. نيكست اللينز اللي هي مسؤولة عن تعبر اللايت وبها ريفراكتيف باور، ومهمة جدا لأنه إذا صار ديزيز أو صار يعني ابنورماليتي بها بالترانسبيرنت هي، بس إذا صارت أوبيك يصير ذا فيري كومن ديزيز بالآي اللي هو الكاتاراكت المي الأبيض. نيكست بوستيريور لينز زونيول، أنتم ساعة شفتها تعرفوها الزونيول زينة. نيكست هذا رجعت شو نفس الايليد هذه صوره يعني هذا البيوبول هذا الايريس. الكورنيا قدام ما تشوفوها ترانسبيرنت، السكليرا تشوفوها المنطقه البيضاء. نيكست هذا الايليد ده يسوي الابيرشن يسموه، يعني الايليد احنا قلنا يعني الايليد استو ماخذيه او ما ماخذيه ما اعرف، بس يعني تقسيم بي اكو يعني بالبيبرال وبالبار و فورنيسيال يعني ما اعتقد هسه ماخذي، حتى لو ماخذي ما من اسالكم عليه لان هاي مال العيون بعدين تاخذوه هو والكونجكتيفا. نيكست اكوس همر هذا قلنا السكريشن مالته والكومبوزيشن هم مهم جدا، مهم يعني بالنسبه لكم. نيكست الباث واي هسه هذا حكيناه من ساعه، ارجع عاده الانترا اوكلر بريشر مهم، قلنا واحده من الكرايتيريا مال الكلوكوما، يعني هنا يقول 10 الى 20 او 11 الى 21 النتيجه من الى الاكواس والدرينج مالته هو يحافظ على هاي القضيه. الاكوميديشن هي البروسيس اللي يسوي فوكس للنير عن طريق التحكم باللينز، واللي يتحكم بيها السيلياري مصل. السيلياري مصل ما مرتبطه باللينز مباشره، مرتبطه بالزونيول، فالعمليه هي معقده اكثر، بس هي قضيه انه يصير برا سمبثيتك انرفيشن يسوي كونتراكشن بالسيلياري مصل. بس طبعا اللي يسوي السيلياري كونتراكشن احنا متوقعين يرجع لي ورا السيلياري مصل، لا هو يتقدم لي قدام عكس المتوقع، فيسوي ريلاكسيشن بالزونيول ويكبر اللينز، واللينز يصير مور ريفراكتيف باور، فسوي فوكس للنير افضل. قضيه شويه يعني مو معقده لا تفتهموها، بس هي تفتهم انه هي باراسمبثيتك انرفيتد بروسس هدفها نسوي فوكس للنير
الادوات مالت سيلياري بادي عن طريق الزونيول وتشتغل على اللنس تزود الريفراكتيف باور للنير الريفراكتيف باور مو ايه هي هاي الفكره يعني انت عكس انا يعني احنا مراحل يعني بالبرمننسي او بعدين وكنا متوقعيها بعدين افتهمنا السيلياري مصل اكو فد مثل الرنج مكلب بيها لان اكو عده 3 مصلز اكو لونجيتودينال اكو سيركولر واكو اوبليك مصلز فمن يصير بي كونتراكشن يصير هو فورورد ديسبليسمنت يعني هو بالطريقه مالته يصير فورورد ديسبليسمنت فانت بس تفتهم انه فورورد ديسبليسمنت بالكونتراكشن مال السيركولر مصل راح تفتهم القضيه راح يصير الاكتيفيشن بالزونيول نيكست طبعا العمر من 40 سنه وفوق بدا هاي يصير يقل الباور هاي مالت وتظهر كونديشن اسمها برسبايوبيا طبعا برسبايوبيا فيري فيري كومون لان هي اصلا فيسيولوجيكال مو باثولوجيكال يعني ما اعتقد واحد بالبيت ما شايف يعني والده والدته او كلوز ريليتيف او يعني احد يشوفه يلبس نظاره بالقراءه بس ما يلبس نظاره بالظروف العاديه شايفين اكثركم مو صحيح هذه يسموها برسبايوبيا cannot focus for the near to near object beyond the بعد الأربعين سنة والسبب هي الأكوموديشن اللي يصير ديفكت بي error of refraction أنا ما أخذها لكم سابقا وأعتقد حكيناها حتى هي البرسبايوبيا حاجيها قبل next مايوبيا يعني انتو ما أخذيها already وراح تأخذوها بالخامس يعني بعد يعني عندكم فكرة أولية عليها next هي المايوبيا والهايبرميتروبيا والاستيغماتيزم والبرسبايوبيا ذن الرفراكتيف ايرور الرود والكونز الموجوده المسؤوله يا هي المسؤوله عن سنترال فيجن والكلر هي الكونز الرود تكون بالبرفري مسؤوله عن دارك يعني بالنظر الليلي نيكست العدد مالتها يعني مرات باب العلم بالشيء قد عدد الريسبتورز هذه اللي قلنا يعني هو هذا فوتو كيميكال رياكشن يبدا يحتاج مثلا الرودوبسين كماده هنا موجود next يعني البروسس كلها يعني هاي ما مطالبين بها يعني معقده القضيه بس هو تفهمه انه فوتو كيميكال رياكشن من يجي اللايت يسوي في ترانسفورميشن يعني هو في ماتيريال وتعطي الكتريكال امبلس طبعا هنا اذا اي واحد يعني قراها ويريد يفهمها اهم نفس الشيء شلون السيلياري بودي عكس المطلوب من يجي اللايت يوقف اكفد الكتريكال امبلس موجود هو اصلا من يجي اللايت يوقفه مو احنا متخيلين مرات العكس يعني يجي لايت ويعطي ستيمولس بالعكس يوقفه يسوي انهبيتر له ومن يروح يرجع فهي العمليه هاي طبعا صعبه هي معقده بس بعدين تبين على شكل صور وريسبتر مالته نيكس فيتامين اي والدور مالته يعني نيكس نايت بلايدنس يعني يجي اذا الرود صار بها بروبلم او فيتامين اي بروبلم يعني ديفشنسي مثلا نيكس يعني هذه امور اصعب يعني مال اكشن بوتنشال انا بالنسبه لي اذا يعني يجي سؤال احذفه ما اعطيكمه نيكس يعني ثاني امور ديتيلز يعني انا قلت لك اختصرها حتى بالخامس مختصره لهم فوتو كيميكال رياكشن يشارك بالفيتامين اي والرودوبسين وينتهي بالالكتريكال امبلس ويروح عن طريق الاوبتيك نير ديتيلز مو بيوند يور نولج يعني صعب عليك pigments in the cones, photopsinx, blue, light adaptation. Light adaptation simply انه انسان من يتعرض الى ضوء عالي راح يصير ميوسيس والحساسية التحسس للضوء تقل لانه يعني ما يحتاج هو ضوء كلش قوي. العكس هو من يصير دارك او ظلمة البيوبل يتوسع حتى يعطي لايت اكثر والحساسية تقبل الضوء تصير تزداد. هاي وين تشوفوها اذا انت مثلا طالع برا وتريد راسا طب غرفه تحسها ظلمه مو صحيح والعكس هو الصحيح يعني انت مثلا انت تمشي بالليل السوق ويجيك ضوء بعد ما تقدر تشوف السيطر ليش لانه انت كنت اصلا دارك ادابتد وجاك لايت والعكس هو الصحيح من كنت برا وضوء كنت يعني لايت ادابتد وطبيت الظلمه يراد لك فالترانزيت زون بين ما يتوسع البؤبؤ بين ما السنسيفيتي مالت الكورني الريتنا تزداد هذا اللي نقصد به الدارك واللايت ادابتيشن كلر فيجن احنا قلنا الانسان يميز بين الالوان الويف لينث مالته والسنترال فيجن هو بالفوفيا والماكلة هي المسؤولة عن الكونز
واكو طبعا فحص نفحص بالكلر فيجن عن طريق بليت مثل هاي بليت إشهارة بليت يسموه مثلا نيكست يعني الكلر فيجن الكلر بلايدنس او كلر يعني طبعا الكلر بلايدنس كمان ان ميل اكثر ما من فيميل هذا الكلر بلايدنس الميل له علاقه بالاكس اعتقد الميل حوالي 6% اوف ميل نورمال ميل عندهم كلر بلايدنس الفيميل 0.5 يعني اقل بهواي ومو بس هاي المشكله الفيميل عندهم الكلر يعني شلون الكلر مالتهم يعني اكثر من الميل يميزون بال الجريت مال الالوان اكثر سامعين هاي النكت مال نشوف الميل يشوف اللون لو اخضر لو احمر هي تشوفها عدة تدرجات ويوميا طالعين اسم بنزرقي وما اعرف بنفسجي ولوني وما وما اعرف شو احنا بالنسبه للميل ما نشوف هاي الاشياء شوفها لو ازرق لو اخضر ما نشوف هاي بنزرقي وما وما ادري شنو نيكست فيجوال باثوي مهم يعني هذا الاوبتيك نيرف والكيازيم تراكت راديشن كورتكس من يصير فيل ديفكت وين بيا مكانها مهم هذا طبعا هذا اذا عندكم وقت انا يعني ما اريد ازود اكثر من ساعه احنا بدينا 1:30 مو صحيح العفو 12:30 اي عندكم بعد 8 دقائق يعني يعني هذا مهم تعرفوه يعني من يصير اوبتيك نيرف ديزيز يعني راح يصير عين واحدة راح يصير بيها visual field defect أو مشكلة يعني بيها بعين واحدة هاي أول ثانية normal عوفة ثاني واحد إذا صار بالكيازم الكيازم بيها النيزل fibers بيصير بيها decussation temporal fiber ما يصير بيها decussation إذا صارت بالمنطقة هو اللي مأشر عليها بالنص راح يصير النيزل fiber مال both eyes هي affected فالفيلد يا فيلد راح يروح راح يروح باي تمبرال لانه احنا عاده الفايبر التمبرال تنطي للنيزل سايد والنيزل تنطي للتمبرال سايد طبعا التمبرال والنيزل هو مصطلح موازي لل يعني خلينا نقول لاترال وميديال ضبطين فراح يصير باي تمبرال طبعا انت بهاي الحاله راح يصير هاي من هاي الصفحه ومن هاي الصفحه ما راح يصير يعني متجانس مو جهه واحده بينما من يصير بالاوبتيك تراكت من عبر الاوبتيك تراكت ايش راح يصير النيزل فايبر مال هذا السايد والتمبرال مال هذا السايد اثنين اذا تنتبه ينطن جهه واحده ومو بس ويا جهه الجهه المعاكسه يعني اذا صار ليجن مثل ما انت مأشر هسه عندي راح ينطي اول شيء كونترا لترال هاي نقطه رقم واحد ايش راح ينطي ينطي هومونايماس يعني لو لايت لو ليفت هاي هومونايماس وبنفس الوقت ينطي نص الفيلد اللي هو هيمي انوبيا فراح ينطي كونترا لترال هومونايماس هيمي انوبيا هذه وين بالاوبتيك تراكت من نروح للراديشن مشكله الراديشن راح يصير عندك ابر ولور فراح يصير كوادرنت انوبيا نفس المبدا يعني هم كونترا لترال هم هومونايمس بس ربع كوادرنت انوبيا طبعا الفايبر العلويه تروح بالبرايتال لوب والسفليه تروح بالتمبرال لوب فالليجن بالبرايتال لوب راح ينطي inferior lesion يعني ربع الانفيرير والعكس هو الصحيح طبعا من نرجع للفيجوال كورتكس راح ترجع الابر واللور يرجعن بس اكو شيء فيتشرز انه يقول الماكولا از بايلاترال بريزنتد يعني اذا صار ليجن بالفيجوال كورتكس هم يصير هومونايمس ويصير هيمي انوبيا بس with preserve يعني sparing of macula شوف بالنص يشوفها حتى لو صار الليجن اوكي نيكست دكتور بس هنا ممكن تذكر السبب هنا يصير الماكيلار sparing بال اذا صار عندي visual cortex defect اي يعني وكوليجن ثاني عندي bilateral scotum يعني بس الماكيلا يظل نشوف به اي صحيح اذا صار bilateral visual cortex راجع بيوبلر لايت ريفلكس حكينا انه البيوبل يصير كونستركشن باللايت ويصير ميدرياسيس يعني طبعا تعرفون المايوسيس هو مختصر كونستركشن او موازي له والميدرياسيس شوف العيون يحتاج مصطلحاتهم ما يقول دايليتيشن ميدرياسيس يقول لك وتعرفون الافرنت والفيجوال وشون تفحصه تخلي لايت وتشوف المايوسيس وتشوف الاذر اي يصير مايوسيس لو لا وتسوي سوينج ريفلكس يعني تحطه هنا وتحطه بعدين على العين الثانيه
حتى نشوف قلنا الدايركت والاندايركت الريفلكس. نيكست. عن هذا الدايركت والاندايركت والفيجوال باث باي مالته. نيكست. فيجوال اكويتي، احنا لهذا السنترال فيجن نقيسه بالفيجوال اكويتي، وعاده بالتشارتات ذن السنل شارت هذا اللي تشوفوه حروف او حرف السي والفتحات، هذا الفيجوال اكويتي نقيسه. نيكست. خلصت. فاتوقع انا سويت لكم ريفيجن سريع على الفيسيولوجي والاناتومي، استفادتوا من عنده. وهاي الكيس مال اوبتيك نيرف ديزيز اعطيتكم فكره عن انه اوبتيك نيرف ديزيز شو يصير جنرال فيتشرز، وحكينا على الاوفثالموسكوب مو صحيح؟ اي. واحنا اساسا محاضرتنا الاساسيه يعني انا بالنسبه وياكم هي الكلينيكال كلوكوما، الديفينيشن يعني الكرايتيريا مالتها، طرق الفحص مالتها يعني عن طريق يعني الاشياء اللي نحتاجها، التونومتري والجوني وكذا، الكلاسيفيكيشن مالتها والكوزز اللي هي نفسها الكلاسيفيكيشن نفس الكوزز. وانتم ماخذين الفارماسيوتيكال ما سوينا ريفيجن من لحق، يعني ماخذين الانتي جلوكوما دراكس كل واحده الميكانيزم اوف اكشن السايد افكت مالتها مثال عليها لازم تاخذون. واخذناهم على حتى التريتمنت غير الميديكال يعني غير الفارماسيوتيكال فارماكولوجيكال، اخذنا الليزر واخذنا السيرجري مو صحيح، وقلنا البروجنوسيس مالتها. فهذا يعني فيما يتعلق بال يعني الكورس مالتكم او الاسبوع مالتكم. احد عنده سؤال او اضافه او شيء يريد نشرحه له؟ عندكم بعد دقيقتين. العفو دكتور، بالي. بالنسبة للجلوكوما الكلينيكال فيتشر إذا كان كلوز أنجل أو أوبن أنجل تختلف الساينوس سيبتوم؟ عادة الأوبن أنجل يجي أسيمتوماتيك يوجوالي، يعني الكلوز أنجل هم يجي احتمال أسيمتوماتيك بس يجي مرات أكيوت كونجستيف جلوكوما إذا جت كلوز أنجل. فبالفيتشرز يختلف يعني الأوبن أنجل عادة يعني 90% يجون أسيمتوماتيك. شلون سألتكم ذيك مرة سؤال قلت لكم يا الكومن برزنتيشن مال الجلوكوما ان جنرال باعتبار الاوبن انجل هي الكومن و90% منها اسيمتوماتيك، فاوفر اول جلوكوما الكومن برزنتيشن مالتها اسيمتوماتيك لو ديسكفر روتينلي لو ديورينج سكريننج احنا نسوي لها سكريننج. تمام دكتور شكرا. إذا ما عندكم سؤال إن شاء الله إن شاء الله يعني فهمتوا السبجكت مالتكم وإن شاء الله تقروها زين وتجاوبون إن شاء الله بنهاية الكورس إذا جت أسئلة عليها إن شاء الله. Good luck. Good luck. Good luck for you.